حراك دبلوماسي إسرائيلي نشط على خطة تل أبيب واشنطن التي زارها في الأسابيع الأخيرة وزير الدفاع بني جانس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي وريوفين ريفلين رئيس الدولة، فيما التقى وزير الخارجية يائير لابيد بنظيره أنتوني بلينكين في روما. حراك يأتي لترميم العلاقات مع الإدارة الديمقراطية خدمة للقضية التي ترى فيها إسرائيل خطرا وجوديا عليها. نووي إيران: صحيح أنه لدينا خلافات، لكنها ليست خلافات حول الجوهر والهدف، لكن حول طريقة الوصول إليه. فلكلينا نفس الهدف، لكن أحيانا نختلف حول سبل تحقيقه. لإسرائيل تحفظات كثيرة على الاتفاق المتبلور في فيينا، لكننا نعتقد أن الحوار حول هذه التحفظات يجب أن يكون عبر حوار مهني مباشر وليس عبر المؤتمرات الصحفية. لابيد ينتقد نهج نتنياهو الذي أدى إلى قطيعة مع الديمقراطيين، واتفق مع بلينكين على سياسة لا للمفاجآت في قضية إيران. لكن رغم ذلك فرئيس الحكومة نفتالي بنت ربما لا يتفق تماما مع لابيد، على الأقل في تصريحاته، فهو ما زال على درب سابقه في عدم تقييد خيارات إسرائيل في التعامل مع الملف بشكل مستقل. مدينة إسرائيل تميد ستدافع إسرائيل دائما عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد خارجي كان، ولن نقبل بتكبيل يديها عندما يتعلق الأمر بضمان أمنها. سنعمل بحزم وبشكل متواصل لصد التهديدات الناشئة القريبة والبعيدة. فيما يرى مراقبون أن الحل سيكون مزيجا من رؤيتي بنت ولابيد، حيث تسعى إسرائيل لإدخال أكبر تعديلات ممكنة على الاتفاق النووي من جهة، بينما تحتفظ لنفسها بحق مواجهة إيران من جهة أخرى، لكن مع تنسيق خطواتها مع واشنطن مسبقا. تبدل الحكم في إسرائيل يسهل على الحكومة الجديدة ترميم العلاقات مع إدارة بايدن الديمقراطية، وبالتالي يمنحها مزيدا من التأثير على شكل الاتفاق النووي مع إيران الذي تراه وسيلة لتجميد المشروع النووي لفترة تستغلها إسرائيل للاستمرار في توجيه الضربات لهذا المشروع. نضال كنيعني، سكاي نيوز عربية، القدس. شكرا لمتابعتكم، للمزيد اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.